نقلب معكم عددا من الملفات ونبدا ساعتنا الاولى من الحر ليلى من اسرائيل إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة إلى إمكانية الدخول في محادثات بشأن الخطة الحكومية وهي المتعلقة بإدخال تغييرات على جهاز القضاء. وقال نتنياهو إن دعواته للتفاهم لم تلق أي رد من المعارضة طيلة شهرين كاملين. واتهم اطراف المعارضه بالسعي الى خلق الفوضى والى اسقاط الحكومه المنتخبه بحسب تعبيره فهل تقترب الحكومه الاسرائيليه والمعارضه من الاتفاق بشان خطه ادخال تغييرات في جهاز القضاء ولماذا يحمل نتنياه المعارضه مسؤوليه ما وصفه بالفوضى في الشارع الاسرائيلي وهل يمكن اعتبار ما يحدث بدايه لربيع في اسرائيل ياتي هذا فيما دخلت التظاهرات المعارضه لمشروع قانون الاصلاح اسبوعها العاشر اذ شهدت تل ابيب ومدن اخرى مثل حيفا وبئر سبع تظاهرات لعشرات الالاف من المحتجين هم الذين راوا في مشروع الاصلاح تهديدا للديمقراطيه بحسب وصفهم <applause> دعواتنا للحوار والتفاهم لم تلق اذانا صاغيه بهذه العباره وضع رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو مسؤوليه غياب الحوار بشان مشروع قانون التعديل القضائي على عاتق المعارضه الاسرائيليه واتهمها بمحاوله خلق الفوضى واسقاط الحكومه المنتخبه وفق تعبيره قانون التعديل القضائي المقترح اثار ولا يزال غضبا كبيرا لدى معارضيه ترجمه خروج عشرات الالاف من المحتجين الى شوارع تل ابيب ومدن اخرى اعتراضا على المشروع ويرى المتظاهرون الذين يحتجون للاسبوع العاشر على التوالي ان التعديل يشكل تهديدا لاستقلال القضاء وتقويدا لسلطات المحكمه العليا. نتنياهو يدافع عن مشروع القانون بان الهدف منه هو تحقيق التوازن بين فروع الحكومه ووضع حد لما وصفه بالتغلغل في السياسه من قبل المحكمه العليا. فيما يرى منتقد مشروع التعديل أنه يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين، كذلك يعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة، كما يتهمون نتنياهو بالسعي لإدخال تغييرات قانونية من شأنها أن تضر بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل، ما من شأنه تعزيز الفساد كما يقولون. لكن ورغم التحذيرات من مغبه المضي قدما في اقرار وتفعيل القرار يسعى الائتلاف الحاكم المشكل من احزاب اليمين لتسريع العمليه التشريعيه والدفع بمشروع الاصلاح قدما وتقرر ان يجتمع الكنيسه يوميا لافساح المجال امام مفاوضات تسويه غير واضحه المعالم وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا مباشره من القدس الي نيسان الباحث السياسي اهلا بك على شاشه الحره يعني دعني ابدا اولا ربما من السؤال الاوسع وهو لماذا يحمل نتنياهو المعارضه مسؤوليه ما وصفه بالفوضى في الشارع الاسرائيلي تعرفي سيدة أنا أبدأ من آخر الجديد على الحلبة الحزبية بعد أن اجتمع اليوم رئيس الدولة مع رئيس نقابة العمال وهو صاح مسؤول عن مرافق الاقتصادية في إسرائيل وأيضا يوم غد لجنة الدستور تناقش بكل ما يتعلق بالتسوية التي طرحت الأسبوع المنصرم وأيضا رئيس الدولة هذا الأسبوع سيطرح تسويته وأعتقد على كافه الجهات ان تقبل بتسويه او بالطرح الذي يطرحه رئيس الدوله في اسرائيل، خلافا لذلك نرى شرخ عميق في المجتمع الاسرائيلي. أوه. الان انتم تحدثتم عن عن توازنات وتحدثتم ايضا في مستهل كلامكم عن استقلال القضاء، استقلاليه القضاء. انا اقول ان منذ اكثر من ثلاثه عقود تم التخاذل وتم تغيير التوازنات بين السلطات الثلاثه عندما قام هارون باراك قبل ثلاثين عاما باتخاذ القرار بانه كل شيء في اسرائيل يخضع للرقابه القضائيه هو غير الموازين في إسرائيل وانتزع من صلاحيات الكنيسة وانتزع من سلطة التنفيذية في الحكومة بمعنى أن 15 قضاء في إسرائيل هم الذي يستطيعون اتخاذ القرار بكل ما يتعلق حتى في الأمور الأمنية على سبيل المثال عندما تم انتخاب الشعب في إسرائيل بأغلبية أكثر من مليون ونص نسمة في إسرائيل هناك في محكمة العدل العليا في هذه الأيام محكمة العليا تبت في إمكانية تعذر رئيس الوزراء عن مواصلة مهامه كرئيس الوزراء السؤال هو من هو الذي خول محكمة العدل العليا بأغلبية ربما 15 قضاء الذي أحد لم ينتخبهم وهم تم تعيينهم الذين هم يقرروا بان رئيس الوزراء لا يستطيع او او يعلن يعلن عن تعذره من مواصله ادائه كرئيس الوزراء ولذلك انا اقول ان محكمه العدل العليا انتزعت من صلاحيات الحكومه وانتزعت من صلاحيات الكنيسة ونقاط اخرى على سبيل المثال عندما تقبل الحكومه طيب قبل قبل الدخول الى هذه النقاط الاخرى سيدي اذا تكرمت انا يعني بدات بالحديث هنا عن هذه الاتهامات التي حملها نتنياهو للمعارضه بالمسؤوليه عن الفوضى هل هذه هي البدائل صحيح. اما القبول بما يفرض من جانب نتنياهو او اتهام المعارضه بانها السبب والمتسبب في الفوضى الان نتنياهو كرئيس وزراء منتخب في اسرائيل يوجه عندما يرى الفوضى والعربده في شوارع اسرائيل وعندما يرى ان هناك اقحام الجيش في اسرائيل وطيارون الذين يخدمون في المتطوعين في الجيش هناك مخاوف من ان هذا الامر يؤدي الى شرخ عميق في الشعب في اسرائيل بين بين المعارض والمؤيد، بينما نرى ان هناك العديد من التهديدات التي تحدق بالشعب الاسرائيلي اذا كان من ايران وحزب الله وحماس، ولذلك ربما نتنياهو انا اقول بصراحه ان نتنياهو في هذه النقطه هو موجود بين المطرقه والسندان، هو موجود بين المطرقه التي نراها من قبل وزير العدل ومن قبل الأعداء أعضاء الأحزاب المشاركين في الحكومة على سبيل المثال حزب يادوت التراب الذي يفرض على رئيس الوزراء أن يطرح قضية التغلب في 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 الكنيسة بحيث لا تستطيع محكمة العدل العليا أن تلغي قرارات أساسية في 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 إسرائيل وهذا الأمر يتعلق بتجنيد آه طلاب المعهد الدينية بحيث لا يتدخل لا يستطيع تستطيع محكمة العودية أن تقرر بأن عليهم أن يتجندوا للخدمة آه العسكرية في الجيش نتنياهو لا يريد هذا الموضوع نتنياهو هو الحلقة الضعيفة في الحكومه وهو يعتبر من الجناح اليساري في الحكومه بكل ما يتعلق بوزير بوزير العدل الذي هو يعتبر من المتشددين ورئيس لجنه الدستور القانون والقضاء وحتى على سبيل المثال راينا ان العديد من القرارات التي التي كان من المقرر ان يتخذها نتنياهو على سبيل المثال تفكيك خان الأحمر هو أجل هذا الموضوع يعني هو هناك قضايا كثيرة عالقة بهذا الشأن دعني أحمل هذه الرؤية وأرحب أيضا بضيفي من تل أبيب هاتفيا السيد يوسي يونا عضو سابق في الكنيسة الإسرائيلي عن حزب العمل أهلا بك على هواء الحرة يعني أولا كيف ترى هذا الطرح الذي يطرحه ضيفي السيد إلي نيسان نحن طبعا انا موافق مع التحليل بانه نتنياهو حاليا اصبح كانه رهينه للمتطرفين في الشركاء في حكومته حسب رايي انه يريد يمكن التسويه يريد التسويه في الازمه الازمه انه تحل الازمه اللي احنا موجودين فيها الازمه القضائيه ازمه اساسيه ويمكن لا ليس لها مثيل في تاريخ اسرائيل لكن كيف لما قلت انه اصبح رهينه للمتطرفين اي المتطرفين المتدينين انه لا يريدون ان نكون هناك يعني مرجعيه قضائيه لانه يريدون يريدون يستمروا بانه عدم المساواه ولا يريدون ان ابنائهم يتجندوا الى الجيش، هاي من ناحيه المتدينين المتشددين من ناحيه، من ناحيه اخرى طبعا المتطرفين اليمنيين التي لا يريدون انه سيكون هناك مرجعيه قضائيه أو استعلاء القانون على السياسة لأنه يريدون استمرار الاحتلال وإشام النوع وحسب رأيهم المحكمة العليا هي عرقلة أمامهم و... طيب. ما, تت... ما إمكانية تحقيق التوازن بالأساس أو حتى اللجوء إلى حلقات التفاوض إن كانت يعني ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل تتحدث عن أن محاولات التعديل للنظام القضائي بمثابة انقلاب لا يخدم إلا من هم في السلطة فقط ولا يخدم بالاساس مصلحه الشعب بالضبط هذا شيء صحيح انا حسب رايي انه في هناك احتمال للتسويه في هناك احتمال للتسويه لكن الـ 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 الموضوع يعتمد على نتنياهو لانه خشيه باذا يعني ياتي الى الـ الـ التسويه هو يخاف انه يفقد تاييد هذه الاطراف المتشدده المتطرفه وهذا ما يؤدي إلى تفكيك حكومته هذه المشكلة العميقة أنا حسب رأيي كيف ما قلت أنه هو معني بالتسوية معني بالتسوية لكن هسه هو متورط هو متورط روط حاله خلينا نقول بشكل عام أنه أمام أمام المتطرفين وطبعا إضافيا لهذا الإشي أنه في عناصر في حزب الليكود نفسها كيريف لذين يريف لأنه هو يضرب عليه أنه يهدده بإذا ما نستمرش يعني في هال الانقلاب أو الإصلاحيات يعني في المجال القضائي أنا بتخلى عن منصبي أشياء من النوع وهذا يعني خلينا نقول التحدي حاليا هو أمام نتنياهو نفسه كيف يريد أن يتعامل مع المتقربين. دع دع دعني المتطرفين. احمل هذا السؤال بحاله الى ضيفي من القدس سيد الي نيسان لعلك استمعت الى هذا السؤال من ضيفي يوسيونا إيه إيه كرري السؤال أنا أنا اقول إيه؟ ان تفضل سيد يوسي انا اقول آه. انا اقول ان هذا ليس انقلاب وانما اصلاح في جهاز القضائي وانا اؤكد ان كل من يعارض اليوم طيب. القرارات طيب. هو ضيفي سيد يوسي لعلنا لم نستمع الى صوته حالا كان كان يسال ويقول الكره الان في ملعب نتنياهو كيف يود ان يتعامل مع الازمه الحاليه لانه هو الطرف الذي الذي يجب ان يتعامل معها حاليا سيد الي لا شك ان نتنياهو يبحث الى امكانيه تسويه مع مع المعارضين في هذا الموضوع السؤال هو هل المعارضون يوافقون على أي تسوية التي سيتم طرحها مع الأسف أن لجنة الدستور تواصل نقاشها بهذا الموضوع وهناك كان طلب من اللجنة ومن الكنيسة أن تعلق هذا النقاش لفترة المفاوضات ولكن السؤال هو فعلا كما طرح اليوم رئيس الوزراء هل المظاهرات تأتي بسبب الإصلاحات في الجهاز القضائي إما عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وقضية الإصلاحات في الجهاز القضائي هي بمثابة ذريعة لإسقاط الحكومة انا انا اريد ان اقول بصراحه ان كل كل من يعارض اليوم اذا كان لبيد واذا كان جيد انصار الذي كان وزير العدل السابق هم كانوا بفكره انه يتطلب تطبيق تطبيق اصلاحات في الجهاز القضائي اليوم هم يعارضون لانهم في معارضه والسؤال هو هل هم فعلا يعملون على اسقاط الحكومه؟ وانا سمعت السيد سيدي قبل قليل ان نتنياهو يخشى من تفكك الحكومه واقول بصراحه ان صحيح ان هناك نسمع من حين لاخر نداءات بانه اذا مطلبي لم ينفذ على ارض الواقع واذا طلبي لم يطرح على سبيل المثال بقضيه قانون التغلب في الكنيسة بحيث لا يتم تجنيد طلاب المعاهد ولكن حسب الاستطلاعات للرأي العام الكل يعلم التي نشرت في الآونة الأخيرة إذا يتم تفكك هذه الحكومة نتنياهو مستقبلا لن يستطيع تشكيل حكومة قادمة برئاسته والكل يعلم ذلك ولذلك نتنياهو وكل الأحزاب المشاركة نعم. يتمسكون بزمام الحكم كي لا كي لا تتفكك هذه الحكومة صحيح أن هناك نسمع من حين لآخر أننا نعم. نريد طيب أن إذا إبقى إذا ما ودعني دعني أيضا أذهب إلى ضيفي في تل أبيب هل تعتقد أن سقوط الحكومة في هذه المرحلة الحكومة الإسرائيلية يعني هو يعد بمثابة أمر قريب إلى أي مدى تتمسك الحكومة الحالية بمعاقبها؟ تفضل سيدي طبعا هناك تناقض... تناقضات عميقه في هذه الحكومه تناقضات عميقه للغايه لانه لا شك لا شك لا شك لانه شوفي الاحزاب المتطرفه يمكن لها يعني خلينا نقول لمصلحة التفكيك الحكومة لأنه يرأوا أنفسهم كأنهم الممثلين الحقيقيين لليمين الإسرائيلي هذا في, في, في نوع من هذا التفسير بأنه هذا يساعدهم إذا يكون تفكيك وهم يقوى ويعززوا قواتهم في الانتخابات قادمة هذا في شيء من هذا النوع لكن أريد, أريد أن أعلق على اللي حكاه إيلي سريعا إذا تان. تفضلت اه لا لو سمحتي تفضل انا سريع. حسب انا انا حسب فكري اذا تتم اذا تنفذ هذه الاصلاحيات هاي انقلاب وليس اصلاحيات وأقول, واقول لك لماذا اذا نريد ان نعتبر انفسنا اسرائيل النظام السياسي و كديمقراطيه ليبراليه يجب ان تكون هناك استعلال للهيئات القضائيه على السياسه هذا شيء هذا إشي واضح معناه أنه هناك مرجعية قضائية مرجعية قضائية لها القدرة أو لها القدرة أن تلغي قوانين التي تصدر من كنيسة ولا تتناقض مع 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 حقوق إنسان أساسية وهذا ما يريده هذا ما يريده هذه نقطة واحدة النقطة الأخرى أنا 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 موافق مع صديقي الي بأنه يمكن أن المظاهرات والمتظاهرين يريدون أكثر من من هالشيء يريدون يمكن أن يريدون تسقيت حكومة نتنياهو، وهم أصبحوا بشكل ما متطرفين أيضا. في من هذا التفسير وأنا موافق مع مع صديقي الي بأنه أصبحوا كأنه محبين للمظاهرات. ويريد وي و و ويريد ولهم اه اهداف اكثر خلينا نقول اكثر اكثر اه متطرفه ولا يريدون الاصلاحيات لانه الكل يعلم وانا موافق مع الكل يعلم بانه هناك حاجه لتغييرات في الدستور الاسرائيلي في في حاجه لتغييرات يو سي يوسي يوسي يو طيب يوسي سيد يوسي سؤال سيد إلي. سيد إلي. يوسي سؤال. ربما لا يتسع لمجال الان سيد إلي لهذا السؤال ولكني امنحك حق لا الرد لا. سريعا جدا اذا تفضلت انتهى وقت هذه الفقره. اه بس سؤال سؤال اسال الاخ يوسي انت تعلم يوسي ان انت شرقي وانا شرقي ما هو ها. عدد القضاه في محكمه العدل العليا من الشرقيين والعرب؟ هل هذا الامر انا انا ساخذ انا سأخذ هذا السؤال ربما نذهب به ها. الى حلقه ها. جديده والى نقاش ها. جديد هذا الموضوع مفتوح وله العديد من الجوانب شكرا لك ضيوفي الكرام شكرا لك سيد إلي الباحث السياسي سعر. كنت معنا أهلا من أهلا يوسي. وشكرا لك يوسي يونا من تل أبيب العضو السابق في الكنيسة عن حزب